سيدنا حبيب، يعني الحقيقة امبارح اتكلمنا كتير عن ثمرة جهاد هذا المركز والخدمة والثقافة والخدمات اللي بيقدمها في أكتر من شكل، لكن محتاجين نعرف من نيافتك البدايات، الأعمدة اللي كانت موجودة، الأفكار، البذرة اللي اتحطت، يعني بداية كده إزاي تم ومتى تم التفكير في إقامة هذا المبنى العريق، حتى لو كان يعني كمبنى الأول قبل الفكر بتاع استخدامه كخدمة. يعني بصراحة أنت بترجع لتاريخ قديم، بدأ عام 1998، كان في فكرة في قلب قداسة البابا أنه يعمل مبنى للخدمات، ويكون في مبنى الأباء الأساقفة يكون فيه، لأن المبنى القديم بتاع الأباء الأساقفة كان بدأ يتهدم وأصبح عدد الأباء كتير، فبدأوا يفكروا يعملوا مبنى يحوي كل هؤلاء. لما بدأ قداسة البابا يشتغل في هذا الموضوع، قدم على طلب عشان ياخد موافقة، حصل تعثر في الموافقة، وحد في الحي رفض ان هو يمضي على هذا الموضوع، وتصاعد الموضوع ووصل الى محافظ القاهره ودخل الامن الوطني وقالوا قداسة البابا ممكن تشتغل من غير ورق. البابا رفض، لكن في الاخر جت الموافقه في جواب مرسل الى بطريركيه الاقباط الارثوذكس في الاسكندريه، بحكم ان بابا اسمه بابا وبطريرك الأقباط الأرثوذكس وبابا الأسكندرية، فالله يمسيه بالخير كان وكيل البطريركية في ذاك الوقت القمص شرابيم البخومي، فيفتح الجوابات لقى الجواب ده، ما كانش في مبنى بيتعمل في اسكندرية، فاتصل بقداسة البابا وبعتوله، ومن هنا بدأ التجهيز إلى المبنى، وزي ما أنتوا سمعتم في الفيلم طلع المبنى الموجود الحالي، وكان على الوضع بتاعه الخرسانات بس. بدأ قداسة البابا يعمل اجتماعات مع الآباء علشان يشوفوا ازاي يشطبوا هذا المبنى في لقاءات عديدة، لكن لم ينجح تنجح هذه اللقاءات اللي كانت بين قداسة البابا والآباء مين اللي هيقعد في هذا المبنى. فظل المبنى واقف حوالي 4 سنين بهذا الشكل اللي انت شايفه في الصورة الحالية، ما كانش ليه أبواب ولا حاجة. وهنا كان الدكتور فوزي استفانوس ربنا ينيح روحه كان بيتردد علينا، وكان طلع معاش وكان أسس المؤسسة بتاعت القديس ماري ماركوس، وكانت تربطني بيه علاقة شخصية وعلاقة صداقة، فبدينا نفكر نعمل مكتبة أو نبني مكتبة. فكان في اتجاه أن تتبني المكتبة وراء المقر البابوي. لما المبنى ده تعثر فاقترحنا على قداسة البابا ناخد جزء منه نعمله مكتبة. قداسة البابا دانا تلتين الدور السادس بس، وقال لنا تعملوا دي مكتبة، فاحنا وافقنا وكون اللجنة اللي طلعت باسم مكتبة ماري ماركوس العامة للكنيسة القبطية، وانتوا شفتوا القرار اللي كان طالع على الشاشة. وبدينا واحنا بنشتغل قلنا نبيض المبنى كله من بره، فقداسة البابا انبسط بالفكرة ان احنا بيضنا المبنى من بره، ما اشتغلناش في تلتين الدور بس، فقال هديكم كمان تلتين الدور الخامس. الكلام ده كان حوالي سنة 2004، واتكونت اللجنة دي كان فيها المصيب الخير ويديله الصحة المهندس سامي فهيم، والدكتور فوزي استفانوس، كان فيه أبونا ميخائيل إدوار، واتكون مجموعة من الناس بيساعدونا في هذا الموضوع. ما فيش حد تحرك في المبنى، فاقترح الدكتور فوزي استفانوس ان احنا نروح نقابل المهندس نجيب سويرس ونبدأ نتكلم معاه وندعو مجموعة من الناس. فقراسة البابا وافق، فانعقد مجموعة من رجال الأعمال والأرخنة وأعضاء المجلس الملي، وبدأوا يناقشوا ايه اللي ممكن يتعمل في هذا المبنى. قدمت مقترحات كثيرة في ذلك الليلة. كان المقترح الغريب واللي كان جديد على الودن
يتعمل مركز ثقافي قبطي أرثوذكسي، وده قدمه المهندس نجيب ساويرس، وزي ما سمعتم في الفيلم حصل تأييد من دكتور فوزي استفانوس والمهندس سامي فهيم، وكانت مفاجأة للكل. فأنا أذكر في هذه الليلة قرص بابا شاور لي وقال لي ما تعلقش واسكت. بعدها اتكلمنا مع قرصة البابا فقال طب هنعمله ازاي، هنغيره ازاي، هنروح فين. فالدكتور فوزي استفانوس خد ميعاد من المهندس نجيب ساويرس ورحنا عشان نقابله في مكتبه. رحنا عشان نقابله في مكتبه وكنا جبنا مجموعة شركات منهم شركة موبيسيرب اللي هو عليها هذا الاختيار عشان نشوف تكلفة المبنى كام. فعرفنا تقدير مبدئي المبنى يكلف كام في ذاك الوقت عشان يتشطب. فوإحنا عند مهندس نجيب فعرضنا عليه القصة وقلنا له المبلغ يكلف كذا. فمهندس نجيب فتح الدرج وطلع دفتر الشيكات وقال لي هكتب لك شيك $5,000 اكتبه باسم مين. بصراحة انا كانت مفاجأة بالنسبة لي، انا ما كنتش رايح عشان اخد شيك، انا كنت رايح عشان المبنى هيكلف اكتر من $5,000، وفي الوقت ده سنة 2007 يعني $5,000 يعني ما كانتش تساوي مبلغ يقدر يعمل حاجة. وش $5,000؟ اسف، 5 مليون، كان هيدينا $5 مليون. طبعا قلت له انا مش جاي عشان اخد شيك، انا عايزك. فقال لي حط القلم وقال لي ما انت عايز ايه؟ قلت له انا عايزك معايا. طبعا سكت ما اتكلمش، قال طب سيبوني افكر، واستأذننا ومشينا انا والدكتور فوزي. واذكر ان الدكتور فوزي عتب عليا وقال لي كنت خدت الشيك الـ5 مليون نبدا نشتغل بيهم وبعدين نشوف ربنا يكملها ازاي. انا بصراحه مش متعود اخذ فلوس من حد او الم فلوس من حد، لكن مهندس نجيب رد علينا بعد 3 ايام وقال قدامكم حل من 3. انا شايف قدامكم الصوره دي، هنرجع لها تاني دلوقتي. وكراسه بابا قاعد وفي مهندس نجيب والدكتور ثروت الله يرحمه والدكتور فوزي استفانوس موجودين، وفي المهندس رفيق ابن المهندس سامي، المهندس سامي كان موجود في هذا الاجتماع. المهم انا رد علينا المهندس نجيب وقال قدامكم حل من 3، يا تاخدوا الشيك اللي هو $5 مليون، يا اما حد يشارك معانا في تبرعات وتشوفوا هيدفعوا كام واحنا ندفع زيهم، او يعني ادفع ممكن الضعف وحد يشارك معانا، او انا اشطبه تشطيب مفتاح ونحط عليه اسم الله يرحمه المهندس أنسي. المهم انا والدكتور فوزي رحنا قراصة بابا في الدير وعرضنا عليه الموضوع، وجاءت اللي قاله قراصة بابا شنودة هو كان نفس الكلام اللي انا قلته، ان احنا نشوف حد من رجال الاعمال يخش مع المهندس نجيب في الموضوع ويخلص هذا الموضوع. فدعينا وزرنا الدكتور ثروت انا والمهندس سامي فهيم في المصيف بتاعه في مارينا، وخدني المهندس سامي معاه في العربيه وقعدنا معاه هناك في بيته، وكان معانا الدكتور لا كان مهندس سامي فهيم بس، وعرضنا عليه الموضوع في هذا الوقت فوافق، وانعقد الاجتماع اللي انتم شايفين الصوره بتاعته في مكتب كراسة البابا. وفي هذا الاجتماع كان المهندس نجيب هيدفع 2 والدكتور ثروت 1، خرج الاجتماع للدكتور ثروت هيدفع 2 والمهندس نجيب 1، وخدنا صورة جماعية كلنا اللي كانت طالعة من شوية، وبدأ العمل وتكون مجموعة للعمل برئاسة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وبابا الإسكندرية، وتكون مجلس أمنا ولجنة للمشروع. لجنة المشروع كان بتتكون من المرحوم الدكتور سارة البسيري، المهندس سامي سعد، المهندس سامي فهيم، الله يرحمه الدكتور فوزي استفانوس، والدكتور لطفي بسطة، والمهندس نجيب ساويرس. وطلع من لجنة العامة للمشروع مجموعة من اللجان، لجنة هندسية ولجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة قانونية ولجنة لجمع التبرعات ولجنة علاقات عامة ولجنة مشتريات للكتب وحفظ المخطوطات والترميم ولجنة المركز الثقافي بالمهجر، وتكون مجموعة من الأشخاص في هذا العمل
وقع عليها قداسة البابا في 26/6/2007.